عرف لي لغة الجسد تعريف كل شيء بسيط. تفضل. لغة الجسد هي الحركات الجسدية. نعم. الإلقاء اللي قاعد تلقيه، يعني مثلا الآن أنا أشرح أتكلم مثلا عن القوة الجسدية مثلا. نعم. لابد إني أوصف، لابد إني أحسس المشاهد بأني أنا قاعد أطبق المشهد في جسدي. جميل. صحيح. طيب، قديش مهمة لغة الجسد لك؟ حتى فرحة الإنسان أو حزنه أو وإلى آخره، يعني الحين مدين يقول أنا سعيد وأنا وجهي مكتئب وجسدي صامت وإلى آخره. صحيح. طيب، تعرفون أنتم قديش أهمية لغة الجسد؟ الآن لو نقسم ثلاث أشياء، أنا كإعلامي أو مقدم أو حتى متحدث، مدرس، معلم، لغة الجسد مهمة. تعرفون قديش احنا نستفيد؟ ثلاث اشياء مهمة: لغة الجسد، نبرة الصوت، والفحوى الكلام، الكلمات. طيب، لغة الجسد ونبرة الصوت والكلمات او المحتوى، خليني اجي اقول ايهما اهم، ولا هم متساوين؟ يجب يكونون الثلاثة متساوين. لغة الجسد، نبرة الصوت، المحتوى، لازم يكون بينهم تناسق.